الآن في ظل أن الغرب أقام إسرائيل كجيب استيطاني في التصور الذي تطرحه للتخلص من اليهود، إيه سر الدعم الغربي لإسرائيل؟ أنا دائما أشير إلى محمد علي. حينما قرر الغرب إسقاط حكم محمد علي، وهي أول محاولة تحديثية في العالم الثالث، قد فعل ذلك دون أن يلعب اليهود أي دور، لكن قرر ذلك إن الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر قرر الدخول في علاقة غير متكافئة مع بقية العالم، بحيث يتحول العالم بأسره إلى مادة استعمالية، مصدر للعمالة الرخيصة، أسواق، أرض تستغل مصادرها الطبيعية. وهذا نمط تكرر في كل أنحاء العالم. فلسطين ينطبق عليها نفس النمط. وهذا ما أسميه بالنسبة للعلمانية الشاملة. أقول إن العلمانية جزئية فصل الدين عن الدولة، أما العلمانية الشاملة فهي فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل الحياة، بحيث يتحول العالم إلى مادة استعمالية. وهذا ما يحدث الآن. يعني غزو العراق مثلا هو تحويلها إلى مادة استعمالية، غزو أفغانستان تحويلها إلى مادة استعمالية. وبالمناسبة من غزا العراق وأفغانستان ليسوا من اليهود وليسوا من المسيحيين أيضا. يعني الآن دكتور، في قضية الدعم، هناك دعم أمريكي خاص لإسرائيل منذ قيام إسرائيل في العام 48 وحتى الآن. البروفيسور الأمريكي الباريس توماس ستوفر، أستاذ الاقتصاد في هارفارد وجورج تاون الأمريكيتين، نشر في يونيو الماضي دراسة يعني عميقة جدا عن تكلفة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الولايات المتحدة دعمت إسرائيل منذ العام 49 وحتى العام 2002 بمبلغ 3000 مليار دولار، أي ما يوازي تكلفة حرب فيتنام 4 مرات، ودفع ذلك من جيب دافع الضرائب الأمريكي، وكان نصيب كل يهودي أكثر من 1,070,000 دولار أنفقت على كل يهودي في إسرائيل من جيب دفع الضرائب الأمريكي. هل ما تحصل عليه الولايات المتحدة من إسرائيل يواجه هذا الإنفاق الهائل؟ مع الأسف نعم، ينظر لإسرائيل باعتبارها حاملة طائرات، بمعنى أن الاستثمار الأمريكي في إسرائيل استراتيجي وليس اقتصادي، والاستثمار الاستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي لكنه غير مباشر. إسرائيل ينظر لها الولايات المتحدة أنها أحد أعمدة الأمن الأمريكي، وكما يقول دائما المتحدثون الصهاينة انه بدون اسرائيل الولايات المتحدة كانت ستضطر الى وضع ما يقرب من 5 حاملات طائرات في الشرق، في البحر الابيض المتوسط. كل حملة طائرات بتتكلف 10 بليون دولار، الى جانب طبعا المواجهة المباشرة مع العالم العربي. معنى ذلك انه كانت تتحمل الولايات المتحدة ما يزيد عن 50 بليون دولار في السنة، بينما هي تعطي لاسرائيل 10. حتى قال مرة أحد المتحدثين العسكريين ضاحكا: أين الباقي إذن؟ أي أنه يطالب بالباقي. وهذه النغمة يرددونها دائما. الحركة الصهيونية نجحت فيما نجحت فيه ليس بسبب السيطرة الصهيونية واليهودية على مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة، نجحت لأنها اكتشفت أن المشروع الاستعماري الغربي هو الآلية الوحيدة لتنفيذ أي مشروع في العالم. ومن ثم هرتزل اكتشف ذلك وأدخل المنظومة الصهيونية ضمن هذه المنظومة الاستعمارية العالمية، ويظل هذا هو النمط الأساسي، يظل هذا هو النمط الأساسي. نستطيع أن نقول أن الدعم الأمريكي لإسرائيل على وجه الخصوص والغربي بشكل عام يعتبر الحبل السري الذي لو قطع لانهارت إسرائيل وسقطت؟ بالفعل طبعا، ده حتى الإسرائيليون أنفسهم يدركون ذلك تماما، ومن هنا خوفهم من الانتفاضة. لأنه إذا كانت إسرائيل تدعي أنها إحدى عمود الأمن الأمريكي في المنطقة، فإن تصاعدت الانتفاضة وتصاعدت المقاومة وزادت تكلفة إسرائيل، فهذا سيرسل رسالة للولايات المتحدة أن إسرائيل مكلفة اقتصاديا واستراتيجيا، وأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام المد المقاومة العربية والإسلامية في المنطقة. في المقابل، ما تعانيه الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية كتب عنها هذا الكاتب الأمريكي في مقاله،
ان اي شكل من اشكال القصور او الانهيار الاقتصادي في الولايات المتحده معناه ايضا نهايه اسرائيل. نعم، هم يدركون ذلك تماما، لأنه حينما يكون هناك شعب بهذا الحجم، يعني لا يزيد عن 5 مليون، يأتيه كل عام ما يقرب من 10 بليون أو 8 مليون، هذا مبلغ رهيب. يعني كأنه مثلا بلد زي مصر يأتيها دعم اضرب 5، يعني كأنه بيجي لها مثلا 300 400 بليون دولار في السنة، وإلى جانب غير المساعدات غير المنظورة، إلى جانب التعويضات من ألمانيا طبعا وهكذا. فهو كيان طفيلي من البداية، مقومات حياته ليست من داخله وإنما من خارجه. ولذلك أنا دائما أردد أن إسرائيل لن تنهار من الداخل، لأن مقومات حياتها ليست من داخلها، ستنهار من الخارج من خلال المقاومة الدائمة. مصطلح الحلم الصهيوني لا زال يتردد بقوة، وكأن هذا الحلم لم يتحقق إلى الآن. ما هو الحلم الصهيوني وما هو مفهوم تحقيقه لدى الصهاينة؟ بالمناسبة هو يتحقق في يعني يتردد في الدعاية الصهيونية، لكن قرأت في عديد من الدراسات أن كلمة صهيونية العبرية صيونوت بتعني قريبة من المصطلح المصري هجس، فهي تو جيف هيم زيونيزم، أعطيه صهيونية يعني هجس له شوية، بمعنى أنها ليس لها أي أساس من الصحة، لأن الصهيونية مبنية على أكذوبة أن إسرائيل أن فلسطين أرض بلا شعب، شعب بلا أرض. مسألة أرض بلا شعب ديت يوميا بيرون أنهم هناك مقاومة. نعم. الأسوأ من كده الجانب الآخر، لشعب بلا أرض تفترض أن اليهود شعب، لكن أسست الدولة الصهيونية منذ 50 عاما، وعدد اليهود الذين هاجر ضعيف جدا بالنسبة، لا تزال الولايات المتحدة هي أكبر تجمع يهودي في العالم، وإحجام يهود العالم عن الهجرة إلى فلسطين المحتلة تزايد لدرجة أنهم بدأوا يهودون بعض الهنود الحمر في بيرو ويستجلبونهم. مثلا هجرة الفلاشة التي قال البعض أنها دليل على الانتصار الصهيوني، حينما ندرسها بدقة سنكتشف أنها مؤشر على التخاخر الصهيوني. فالفلاشة ليسوا يهود، لأنهم ليسوا عندهم حاخامات وإنما عندهم قساوسة ورهبان وراهبات. وعلى فكرة بالمناسبة بعضهم عنده بعد إسلامي قوي، ولذلك حينما ذهبوا إلى فلسطين المحتلة أسلموا، يعني حسن إسلامهم. لا يعرفون التوراة، لا يعرفون العبرية، لغة العبادة عندهم هي الجعيزية، وهي لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية، ولذلك علم الاجتماع الغربي صنفهم على أنهم مسيحيون دخلت عليهم عناصر يهودية. وعام 1973 حينما أراد بعضهم الهجرة نصحتهم الوكالة اليهودية بالتنصر، لكن مع تفاقم الأزمة الاستيطانية وإحجام يهود العالم عن الهجرة بدأوا يبحثون عن أي كتل بشرية تأتي حتى يمكن للمستوطن الصهيوني أن يستمر الآن، ويمكن أن يستمر دون تزايد المستوطنين، خاصة مع القنبلة الديموغرافية العربية التي تهددهم طيلة الوقت. وأيضا اكتشاف أن 60% ممن هجروا من روسيا ليسوا يهودا أيضا، من ادعوا أنهم يهود وهجروا إلى إسرائيل. نعم، وهذا مهم، لأنه في ذلك الوقت حينما بدأ الإعلام العربي يتحدث عن ملايين اليهود الذين سيهاجرون، كتبت دراسة نبهت فيها إلى ذلك، أنه لا يمكن أن يكون العدد ملايين، وإن هاجرت أعداد كبيرة فهذا يدل على أنهم بدأوا يسمحوا لغير اليهود بالاستيطان. بالمناسبة أحب هنا أشير إلى ظاهرة لم يتم الكتابة عنها ما في كفاية، أنه يوجد في فلسطين المحتلة الآن 500 ألف شخص غير يهود، نص مليون يعني، منهم 250 ألف عمال مهاجرين و250 ألف من اليهود، من جاءوا مع اليهود الروس أزواج وأولاد وهكذا ليسوا يهود. ال500 ألف ودول جزء بيتعدوا ضمن عدد إسرائيل. 250 ألف، لكن في إشكالية طريفة جدا مع غياب تعريف من هو اليهودي، هؤلاء النصف مليون مستعدون أن يكتسبوا الهوية الإثنية اليهودية الإسرائيلية، يتحدثون العبرية ويلبسون الأردية الإسرائيلية ويدخلون مدارس ويربطون مصيرهم بإسرائيل دون أن
يتبنوا العقيدة اليهودية. هم وبدأ يظهر في إسرائيل الآن ما يسمى بالتهويد العلماني. ما هو التهويد العلماني؟ التهويد العلماني هو أنه من يكتسب الهوية الإسرائيلية ويربط مصيره بمصير دولة إسرائيل دون أن يؤمن بالعقيدة اليهودية يصبح يهودي. كل هذا جزء يعني عملية ترقيع بتتم للحفاظ على الدولة وعلى زيادة السكان وعلى بالضبط. العدد. لكن أنا أشير إلى هذا لأبين الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية، اللي ما يهمها الآن هو أن تأتي بالمستوطنين بغض النظر. في الواقع أنا أزعم الآن إن ما يسمى بالإجماع الصهيوني، وهو أن فلسطين، أن اليهود لهم حقوق في مطلقة، وأنهم شعب، وأن أمن إسرائيل يمتد من النهر إلى البحر، نعم كل هذه البنود سقطت ما عدا بند واحد، وهو أن التحالف مع الولايات المتحدة أساسي. هذا البند ظل قائما لأنه ظهر ما أسميه الآن إجماع المستوطنين، وهو البقاء بأي ثمن، عن طريق تهويد هنود حمر، عن طريق التهويد العلماني، عن طريق استجلاب مستوطنين من روسيا حتى لو كانوا غير يهود، وهكذا. معنى ذلك ان الكيان الاثني اليهودي او الاسرائيلي مهدد ايضا في الفترة القادمة. نعم، لأنه لا يجمع هؤلاء أي شيء، والأزمة بتتفاقم. يعني يوجد الآن روس يحاولون الحفاظ على هويتهم الروسية، وفي الواقع يستنجدون بالرئيس بوتين للدفاع عن حقوقهم المدنية، وهكذا. لهم صحف، يرفضون تبني حتى الهوية أو ما هناك من هوية إثنية إسرائيلية. أيضا هناك ظاهرة الهجرة المعاكسة نشرت معاريف الإسرائيلية في 21 يونيو الماضي أن عدد الذين هاجروا من إسرائيل إلى الدول الغربية في العام 2002 18,000 يهودي، وهم يوازوا تقريبا 50% من اليهود الذين هاجروا إلى داخل إسرائيل في ذلك العام. الهجرة المعاكسة أيضا وتأثيرها، لا سيما وأن الذين يهاجرون معظمهم من اليهود الميسورين والذين يريدون حياة رغدة أو يستطيعوا أن يوفروا حياة رغدة أو مهنية عالية في الدول الغربية. كثير من أبناء الوزراء الإسرائيليين قد هاجروا إلى الخارج، بما في أحفاد بن غوريون مثلا يعيشون في الخارج الآن، ودي مسألة يعني أثارت ضجة داخل إسرائيل. بالمناسبة الرقم 18,000 رقم محافظ جدا. معارف اللي نشرها. ما هي النشرة، لكن هو لأنه بتعتبر هذه الأرقام سرية. نعم. فمثلا كثير من الإسرائيليين يسافرون بتأشيرات سياحية ولا يعودون. ولا يعودون، أو يعودون لبيع شقوقهم مثلا ويذهبون. لكن الأخطر من هذا أن الهجرة المعاكسة، أي ترك إسرائيل، مغادرة إسرائيل، كانت مرفوضة اجتماعيا في الماضي، الآن مقبولة اجتماعيا تماما، مثل الخدمة العسكرية. يعني كان هناك حالات انتحار بين الشباب حينما كانوا يرفض تجنيدهم في الخدمة العسكرية لأسباب صحية. الآن التلفزيون الإسرائيلي مثلا نشر أو أذاع برنامج كان بطله موشي جافن ابن أخت موشي ديان، يعلم الشباب كيفية التهرب من الخدمة العسكرية. دي ظاهرة غريبة جدا أو عجيبة في ظل أن الآن هناك عشرات من الطيارين الإسرائيليين يرفضون ضرب قادة حماس وقتلهم، وقاموا بمظاهرات وأصدروا بيانات في خلال الفترة الماضية، وفي 20 سبتمبر هذا الشهر أصدروا بيان أيضا يؤكدون فيه على هذا. هناك عملية تمرد عسكري كبيرة جدا داخل الجيش، انتحر أكثر من 40 جندي إسرائيلي في خلال الفترة الوجيزة الماضية. الجيش الإسرائيلي يخطط الآن لإقالة 10,000 جندي خلال العامين القادمين. ما الذي تشكله هذه الأشياء في ظل أن الجيش هو عمود الدولة الذي يسندها والذي يحافظ على بقائها؟ هو في الماضي حتى عام 67 كان العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي تدرس للجنود هو أننا ندخل في حروب لا نختارها، مسألة مفروضة علينا، وفي هذه الحالة تصبح المسألة دفاع عن النفس، وهو كان اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي. لكن بعد 67 بدأ الجنود الإسرائيليون يدركون أن هذا غير حقيقي، سواء دخول لبنان، الخروج منها، قمع الانتفاضة، يعني إنها حروب اختيار وليست حروب مفروضة عليهم. وبالتالي بدأ التململ، وسقطت
العقيدة التجنيد الإسرائيلية هذه، وبدأ التمرد، وسقطت الهالة البطولية التي كانت تحيط بالخدمة العسكرية. اللواء البدري رحمه الله ومؤرخ الجيش المصري أخبرني ما يلي، ودي حقيقة مهمة جدا، أنه الجيش النظامي الذي يستخدم في قمع تمرد شعبي أكثر من 6 سنوات يفقد المقدرة على القتال. ومن ثم بنجد أنه الفساد انتشر في داخل الجيش الإسرائيلي، الفاشية زادت، الوحشية زادت، لأنه أنا مرة قرأت أنه إحدى القوات الفرق الإسرائيلية التي كان يقوم بتدريبها أحد الضباط أخبرهم أن عليهم أن يدرسوا التكنيك النازي في إخماد ثورة جيتو وارسو أثناء الحرب العالمية الثانية، وجلسوا يدرسون لتطبيقها على الفلسطينيين. لتطبيقها على الفلسطينيين. أنا ضحكت لأنه حينما نشبه الصهاينة بالنازيين تقوم الدنيا ولا تقعد، وهو يستخدمها وبشكل، وهذا من نشاط في الصحف الإسرائيلية. أيضا طالما تتكلم عن الاستيطان، ما يسمى بالجدار العازل الآن اللي إسرائيل تبنيه، والذي استحوذ على حديث كثير من الدراسات في خلال الفترة الماضية، ما الذي يمثله هذا أيضا بالنسبة للعزلة النفسية أو الوضع الدولة الاستيطانية؟ أنا في دراستي للجيوب الاستيطانية بجد دائما أنه حينما تتصاعد المقاومة، مقاومة السكان الأصليين، يتطرف النظام الحاكم وليس العكس. النظام الحاكم والمستوطنون يمكنهم إظهار الاعتدال إن تم استئناس السكان الأصليين. ما يحدث الآن في فلسطين المحتلة أن المقاومة تتصاعد، ومن هنا شارون جاء. يعني انا برا ان اسمي شارون جنرال الياس، انه تعبير عن ان الانشوطه يضيق الخناق على المستوطنين الصهاينه. خاصة وأن سياساته تجد دعم كبير جدا من الإسرائيليين، طبعا لانه في الواقع رغم فساده السياسي ورغم القضايا اللي عليه ورغم كذا ورغم كذا، لكن هناك دعم سياسي لسياساته. لانهم ينظرون انه لا يوجد بديل، وبالفعل ليس أمامهم بديل. يوجد بديل طبعا، إن هو يستغنى عن هذا الإطار الصهيوني العنصري، يوقف قانون العودة الإسرائيلي ويعترف بحق العودة للفلسطينيين، بمعنى أنه خارج العنصرية الصهيونية يوجد حلول، داخل العنصرية الصهيونية لا يوجد. فاللي حدث دلوقتي، ولذلك اللي يتحدثون عن السلام، أقول أن كل الناس يريدون السلام، المهم بأي شروط. فما أريد قبله هنا هو أنه المرحلة الشارونية هذه هي مرحلة أخيرة وتعبر عن اليأس، وأن السياج العازل هذا في يوجد فيه تقهقر صهيوني. لأن أنت حينما تقيم هذا الجدار، أولا بتقبل فكرة الجيتو، ثانيا ماذا ستفعل في المستوطنات؟ هل ستضمها؟ ولذلك بنجد أن المستوطنين ضد الجدار والجدار ينحرف عند بعض المسلمين ولها انتصاص كبير. نعم. قضية الصهيونية الآن والعلاقة بين الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية وما يحدث في العراق، هل هو أيضا تخطيط صهيوني بالشكل الذي يتم من حيث الممارسة؟ هناك التقاء ما بين الشيئين في ظل ما يقال من أن الصهاينة المسيحيين هم الذين خططوا لعملية العراق؟ أنا مرة سألت السناتور أبو رزق السؤال التالي، هل لو اختفى جيمس أبو رزق، نعم، هل لو اختفى يهود العالم واختفت إسرائيل، هل ستغير الولايات المتحدة من سياستها تجاه الدول العربية والعالم الإسلامي؟ وأطرح السؤال الآن. طبعا إجابته كانت طريفة جدا، قال إنه لا يتخيل العالم بدون يهود. لكن أنا ممكن أطرح هذا السؤال، هل لو لم يكن هناك لوبي صهيوني ولا إسرائيل، هل كانت الولايات المتحدة لن تغزو أفغانستان ولن تغزو العراق؟ دي قرارات استراتيجية كبرى إسرائيل تساهم فيها. أنا أشبه إسرائيل بمدير أو موظف كبير في شركة عظمى، طالما أنه يخدم مصالحها فهو يصعد، لكن لو وقف ضد مصالحها فيضرب تماما. فالاستراتيجية الأمريكية مسألة مرتبطة بالمصالح، مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، مرتبطة بالصناعات العسكرية، يعني وليس من قبيل الصدفة ان كنت ليسا رايس وتشيني ورامسفيلد
وبوش كلهم مرتبطين بالبترول وصناعات السلاح، ويعني جزء من مجموعة صناعية عسكرية لها مصالحها معددة. وكما قالت كونتليسا رايس إن تكاليف السلام أعلى من تكاليف الحرب. الولايات المتحدة بتنفق 500 بليون دولار سنويا ميزانية تسلح، وبالتفكير الرأسمالي وبتحويل العالم إلى مادة استعمالية، ال 500 بليون هذه لابد أن يكون لها عائد.